سألوني ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟ فأجبت: تعلمت أن من لا خير فيه لأهله لا خير فيه للناس. وتعلمت أن أقول الحمد لله على كل شيء. تعلمت أن الحياة قد تنتهي في أي لحظة ونحن غافلون. وتعلمت أن أعمل الخير ولا أنتظر بعده أي مقابل لكي لا أصدم. تعلمت أن الكلمة الطيبة والنفس المطمئنة هي رأس مال الطيب على هذه الدنيا. تعلمت أن أغلى إنسان في هذه الدنيا هو ذاك الذي يحيطه الأمن والصحة من كل جانب. وتعلمت أيضا أن من يزرع الثوم لا يجني الريحان، وإن غرس وسقى ولو غسل الثوم بماء الورد لا تذهب رائحته.